عز الدين أناحي لاعب المغرب. عز الدين أناحي نجم منتخب المغرب. أناحي نجم المنتخب المغربي. أناحي نجم المنتخب المغربي. خلق جدلا واسعا قبل الكان وترك ضجة في مصر ومر مرور الكرة، وبعدها بدأت النحلة تقتات من رحيق الأضغال، وكأن أناحي لا يحضر إلا في المناسبات. فبعد مناسبة مونديال قطر التي جنن فيها إنريكي وأبهر فيها كاكا وفينكر ومورينيو وعربيا عصام الشوالي وأبو تريكا وآخرون، ثم بعدها بأشهر رقص منتخب السيليساو على أنغامهم هناك بعروسة الشمال طنجة، مبهرا من خلالها المغاربة من ملعب بطوطة إلى الجويرة العزيزة. لا أنا توعدت في بداية ديال الماتش فاش في كوتي ديال المزراوي، توعدت وقال عندي صبع الكبير مارس، مي فاش نكون فاش تشوف التيران عامر الشعب كامل يتفرج فيك، جمهور ديبلاصا حتى طنجة باش يتفرج فينا، التيران كان عامر دار واحد شي فول انكرويابل، يعني تتنسى لا بليسور وتتبغي تلعب تتبغي تعطي واحد البليس للفرقه. اليوم الحمد لله دازت الامور مزيانه، كنا اوبليجين نربحوا واخا عارفين بلي البرازيل كان الماتش غادي يكون صعيب، مي الحمد لله ربحنا دابا فنفرحوا مع الشعب ديالنا الغوتور ديال لا كوب دي موند. دونك فوالا اليوم غنفرحوا مزيان وراه غادي نمشيو لمدريد باش نكملوا داكشي اللي بدينا ان شاء الله. حل الكان ولم يكن اشد المتفائلين يعتقد أن النحلة ستظهر بهذا الشكل، لكنها أمام تنزانيا أكدت على أن التظاهرات مناسبة لا يمكن أن تمر عليها مرور الكرام، بل إن في 77 دقيقة لم تهدأ بالمرة، وأينما وليت وجهك إلا ورأيت أناحي يداعب الكرة، لا هو خشي خشونة خصمه ولا رطوبة الكوت ديفوار، وكأن المكان مكانه. مهلا يا أناحي، هذه الأضغال وليس قطر، وهذا كأس إفريقيا وليس كأس العالم، فكن حذرا، فهنا المراوغة سلوك استفزازي. عز الدين أناحي أمام تنزانيا، ومن تسديدة يتيمة سجل هدفا رائعا وصنع فرصتين، كما لمس الكرة 65 مرة وقام ب 47 تمريرة ناجحة وصلت دقتها إلى 92%، وهو معدل ليس سهلا بالمرة، لا سيما ونحن في الأضغال، كما تسبب في 3 أخطاء، واحدة منها تسببت في بطاقة صفراء والثانية نتج عنها بطاقة حمراء، بطاقة سهلت مأمورية المنتخب المغربي ومنحت له 3 نقاط ثمينة طالما فشلنا فيها في أول مباراة، ناهيك على أنه توج نجما للمباراة. لا احنا عارفين بلي كاين الرطوبة كاين لا شالور، دونك حنا شفنا ماتشات قبل ديال لا كومبيتيسيون اللي استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، خصك تجري الماتش خصك تعرف امتى تبريسي امتى ما تبريسيش. اليوم الحمد لله شفنا ان غون ايكيب، شفنا فرقة اللي منسجمة اللي منظمة، والحمد لله كيف قلتي البليز امبورطون سي لي 3 بوين. هدف امام بوركينا فاسو تعود اليوم لتقديم اداء مميز امام منتخب تنزانيا، كنقولوا على انه عز الدين أناحي يكبر في المواعيد الكبرى. ماشي هكاك، البليز امبورطون عندنا حنا في ليكيب ناسيونال هو الجروب، كيف تيقولها وليد ديما تيقولها، حنا عارفين بلي الشعب المغربي كامل ورانا، كاين اللي جاو في بيكالا حتى الكوت ديفوار، كاين اللي هنايا دابا جايه السيمانه ولا 10 ايام، دونك حنا عارفين بلي الشعب كامل ورانا باش يشجعنا، ان شاء الله حنا اللي خصنا دابا نردو عليهم في التيران، وفوالا البليز امبورتون ميتنون سي 3 بوان، ان شاء الله دابا غادي ريكيبيرو مزيان باش نحضروا الماتش الثاني اللي غادي يكون مع جوج، اللي غادي يكون في واحد لي كونديسيون عاوتاني صعب من اليوم، دونك فوالا الحمد لله لي 3 بوان، ان شاء الله غادي نبريباري. ان شاء الله. تبارك الله عليك عز الدين أناحي، كان معنا عز الدين أناحي افضل لاعب في مباراه اليوم امام منتخب تنزانيا. النحله وبعدما ابهرت الجميع بمراوغاتها ولمساتها السحريه اسقطت مقوله عند الاكل تفتح الشهيه واقعا، وجبات النحله لا تكون من المستنقعات بل دائما ما تكون من الرحيق، لذلك اختارت نحله أناحي الاجود لها. الاجود هنا كان هدفا رائعا لا تراه في إفريقيا إلا نادراً.
أوناحي بعدما سجل الهدف أمام تنزانيا لم تكن فرحته عادية بالمرة، بل وجه من خلالها رسالة تحمل في طياتها لا للتباكي، لكن الجهة المرسل إليها ظلت مجهولة. هل هي للإعلام المصري بعد الضجة التي أحدثها تصريحه، أم لمدرب تنزانيا الجزائر عمروش، أو أن أوناحي تعمد أن يتركها مجهولة على أساس من جاء الحذاء على حجم قدمه فليرتديه؟ ما أثار إعجابي في مباراة تنزانيا وبكل أمانة هي ثلاثية عصيين أوناحي وأشرف حكيمي وحكيم سياش، ثلاثية تعطيك الحل وتصنع لك الفارق وتخرج الشوكة بدون دماء، ثلاثية تصلح لكل شيء، كذلك المرهم الأصفر، هذا على سبيل الدعابة والمجاز وحتى لا تفوتني الفرصة. عبد الصمد الزلزولي اليوم ذكرني بسفيان العلودي في كاني خانة، لقد قدم واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب، هذا وأنه في أول مشاركة له مع الأسود، ولحسن حظه لم يخرج مصابا في ظل تدخلات الخصم الخاشنة وتساهل الحكم. وحتى لا تفوتني الفرصة، النحلة أوناحي صرح قبل 3 أيام بأن التتويج باللقب الإفريقي هدف وحلم في نفس الوقت. لقد ترعرعت في حي شعبي وكلما شارك المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا كنت أنا وأقراني نتابع المباريات في المقاهي، وكلنا حماس بأن يفوز منتخب وطني باللقب. وأضاف عزدين أوناحي، أنا لم أعش بعد فرحة فوز المغرب باللقب الإفريقي أو على الأقل الوصول إلى نصف النهائي، وعلي فإن الفوز باللقب الإفريقي بالكوت ديفوار هو حلم وهدف في نفس الوقت، كما أكد نجم مارسيليا على أنه سيبذل جهدا مضاعفا من أجل العودة بالكأس إلى المغرب، خاصة أن النسخة المقبلة ستقام في المغرب، وبالتالي ستكون فرصة مواتية للفوز باللقب مرتين متتاليتين. عموما وبغض النظر عن 3 نقاط، فإن أهم مكاسب المباراة هو أننا خرجنا بدون إصابات بليغة، خاصة في ظل تساهل الحكم مع بعض التدخلات الخاشنة.